هوية بريس. تحية نضالية لكم جميعا، معكم الأستاذ حامد الحواصلي عضو المجلس الوطني التنسيقية الوطنية الأسد الذين فرض عليهم التعاقد وعضو لجنة الإعلام الوطنية. يعني يأتي شكلنا النضالي هذا كاستمرار في الأشكال النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية الأسد الذين فرض عليهم التعاقد، يعني في إطار معركتها التي تخوضها من أجل تحقيق مطلب الإدماج والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي المضاف في وزارة التربية الوطنية. شكل هذا اليوم يأتي كتنديد وتضامني مع الأساتذة الذين تم تقديمهم اليوم على أنظار محكمة الابتدائية بالرباط، واللي تم متابعتهم على خلفيات مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي دعت لها التنسيقية في شهر مارس المنصرم، لا لشيء إلا لدفاعهم عن مطالبهم العادلة والمشروعة، وإلا لمشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية لتعبيرهم عن الرفض والسخط ديالهم على الواقع الذي يعيشون فيه، وخصوصا واقع الاشتغال اللي هو يتسم بالهشاشة ويتسم بالإقصاء، وإن لم نقل تمييز كاع من داخل تمييز بين الفئات من داخل قطاع واحد، ويتسم باللا استقرار المهني والنفسي والاجتماعي. لذلك هذا الشكل هو شكل تنديدي بالمحاكمة الصورية والتهم الكيدية التي لفقت الأساتذة، وتضامني مع الأساتذة على خلفيات عرضهم على المحكمة الابتدائية بالرباط. ويأتي كذلك استمرار معركة النظرية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة ضد كافة أشكال التضييقات التي تتعرض لها، متابعة شكل من أشكال التضييقات، الاقتطاعات من أجور الأساتذة الهزيلة، شكل من أشكال اللي هي اقتطاعات غير قانونية ونعتبرها سرقات موصوفة من داخل التنسيقية، شكل من أشكال التضييقات من برنامج دعم أوراش أو ما يعرف بأوراش، وهو مخطط لتخريب التعليم أو لا نقول التعاقد في نسخة مشوهة جدا، وربما أن مخطط التعاقد الذي نناضل ضده اليوم سيتمظهر وسيتبلور بشكل برنامج أوراش مستقبلا. لذلك نحن نرفض كل هذه التعاطي التي تتعاطى مع الوزارة في علاقتها بنا وبين التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض على التعاقد، ونطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ونقول أن كل الحلول الترقيعية وكل البنود التخريبية التي تهدف إلى خصصة قطاع التعليم العمومي وخصصة الوظيفة العمومية فنحن نرفضها ونناضل ضدها ونناضل من أجل إسقاطها وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم على اعتباره أنه هو الشجرة التي تخفي غابة، وهو الذي يخفي مجموعة من البنود التخريبية التي إذا مر التعاقد ستظهر، وبدأت تظهر مثلا كما قلت برنامج أوراش هو شكل من أشكال أو نسخة من نسخ التعاقد المشوهة. لذلك نحن كتنسيقية وطنية للأسد الذين فرض علينا التعاقد مستمرين في معركتنا ومطالباتنا، وندين وندد بالمحاكمات الصورية والمتابعات الصورية التي تعرضوا لها الأساتذة اليوم بالرباط، وتعرضوا لها وبالأحكام الجائرة التي صدرت في حق الأساتذة في شهر مارس المنصرم. وتحية نضالية. إذن عبد الكريم بولحدو الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية الموظفة التعليم الاتحاد الوطني للشغل المغرب، وبالطبع نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية الموظفة التعليم، يعني نائب الكاتب الوطني. نحضر اليوم في إطار الجامعة الوطنية الموظفة التعليم في هذا الشكل النضالي وفي هذه المعركة النضالية أمام محكمة الاستئناف اليوم بفاس، من أجل أولا تأكيد أو التعبير عن قناعتنا الراسخة في وجوب الانحياز الدائم للمطالب العادلة للفئات المتضررة التي تناضل في الساحة التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة، كذلك من أجل الانخراط الميداني في معركة الكرامة والحرية. معركتنا اليوم في ملف التعاقد وفي مختلف الملفات الأخرى هي معركة كرامة وحرية، لأننا نعتقد على أن الاستمرار في هذا النمط من التوظيف بهذه الأرضية القانونية الهشة والتي تكرس يعني مقتضيات أو تكرس أنساق الحيف وأنساق الإقصاء في حقها في حق الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد، قلت معركة اليوم هي معركة كرامة، معركة الكرامة من خلال إدماج وإنصاف هؤلاء الأساتذة سواء في النظام العام للوظيفة العمومية أو في النظام الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية. معركة اليوم كذلك هي معركة تحرير ومعركة حرية، لأننا نرفض القيود التي تحاك هنا وهناك من أجل تقييد الفعل النضالي وجريم الفعل النضالي، لأن هذه المحاكمات بالنسبة لنا هي مقدمة أساسية لجريم الفعل النضالي، هي مقدمة أساسية للإجهاز على الحركات الاحتجاجية وعلى الديناميات النضالية يعني المفتوحة في الساحة التعليمية دفاعا عن المطالب العادلة والمطالب المعقولة للأسرة التعليمية. الطي النهائي لهذا الملف تقديرنا داخل الجامعة الوطنية الموظفة التعليم لا يكون ولا يمكنه أن يكون إلا من خلال الاستجابة الحقيقية ومن خلال إبداع في إنتاج الحلول الحقيقية لمختلف الملفات المطروحة، وعلى رأسها ملف الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد. نعم للإدماج، نعم للكرامة، نعم للحرية، نعم لإطلاق سراح الأساتذة والأستاذات الذين يعني صدرت في حقهم عقوبات قاسية
قاسية جدا من خلال محاكمات كما قلنا محاكمة سورية. وتحية نضالية. سعودي محمد، عضو المجلس الوطني، النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. اليوم تواجد احدى محكمة الاستئناف كنجسد الوقفة الى جانب الاخوان ديالنا الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد جراء المحاكمات والاعتقالات السورية اللي طالتهم وطالت الجسم التعليمي عامة، لان نعيش زمن الردة، نعيش زمن الردة الحقوقية، زمن الردة في مجال الحريات العامة. باش تعتقلوا أساتذة راها فعلا ردة، باش تحكم أستاذة بثلاثة أشهر نافذة مع غرامة راها ردة. يجب على الجميع، جميع الهيئات الحقوقية والجمعيات والإطارات النقابية وكل من يحب الخير لهذا البلد أن ينتفض لإنصاف لإنصاف الأساتذة، لإسقاط التعاقد، لأن التعليم لا يمكن أن نعالجه بالترقيع، لا يمكن أن نعالجه، لأن المدرسة العمومية تنتج لنا العقل، تنتج لنا رجال المستقبل. في نظرنا كنقابة وطنية للتعليم، عضو في الفيدرال الديمقراطية للشغل، أن التعاقد يجب أن لا يكون في ميدان التعليم. كان ذلك نادينا به في مناظرة وجدة منذ 2019، ناضلنا إلى جانب التنسيقية، ناضلنا بالبيانات، بالوقفات الاحتجاجية، سواء في الرباط، سواء في مراكش، في فاس، في جميع جهات المغرب، كنا حاضرين، ندين بشدة الاعتقالات والتعسفات، نطالب من الإخوة في النقابات، نطالب من الإخوة في النقابات على توحيد الصفوف، لأن الأمر ليس بهين، يجب توحيد الصفوف. النضال الوحدوي هو السبيل الوحيد لإرجاع الحق لأصحابه، للمطالبة بأشياء مكتسبات كانت أصبحت في خبر كان. هذا الغلاء الفاحش، نعيش غلاء فاحش، لا يمكن، لا يستقيم أن يكون رأس مال يتحكم، له سلطة ويتحكم، لا يمكن، لأن الرأس المالية دائما متوحشة ودائما تحب الخير لنفسها لا لغيرها، تقمع الشعب، الرأسمالية دائما تقمع الشعب لا توازن. أنتم تنظرون المازوت في هذه البلاد اللي هو الدينامو، ترتفع جميع الأسعار بارتفاع سعر المازوت، يقولون أن الارتفاع حرب أوكرانيا وكذا، لا، دائما في ارتفاع رغم انخفاض سعره على الصعيد الدولي فهو لا ينخفض، أي شيء ارتفع سعره يبقى إلى الأبد. عار على حكومة لا تجد حلول. لماذا انتخبت لتجد حلول للأزمات، لا أن تجلس متفرجة كالمتفرج. الحلول لا تأتي من السماء، بل تأتي بمبادرات، بيقظة، بناس في مستوى عالي، بكاريزمات كما نادى صاحب الجلالة يقول.